السلام عليكم يا شباب، زياد هلا فيكم يا اخوان في مقطع جديد. اول شيء كل عام وانتم بخير، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه لا فقدي ولا مفقودي ان شاء الله. مقطع اليوم سبيشل لانه عندنا سلسله جديده شغال سلاسل من بدايه الاجازه، فلا تحرمونا من دعمكم. وقبل ما ابدا في هذه السلسله اتمنى انك تضغط زر اللايك، تشترك في القناه اذا ما كنت مشترك، وتفعل جرس التنبيهات لاني حاليا بنزل ان شاء الله اول باول، فعشان لا يفوتك مقطع فعل جرس التنبيهات وضيف في السناب شات كود عندك على الشاشه ويلا نبدا. طبعا في هذه السلسلة بتكلم عن موقف صارت لي انا شخصيا، فبحكي لكم اياها في هذه السلسلة ان شاء الله، ويلا نبدا. وبما انه دوبنا طالعين من ايام اختبارات فبديكم موقف صار لي ايام الاختبارات وتحديدا ثاني متوسط. كان عندي اختبار رياضيات وانا معروف اني اكره الرياضيات مرة، ابلع كل المواد الا الرياضيات، الرياضيات مرة ما تنبلع عندي. كنت اذاكر رياضيات وكنت يعني اذاكر ومخبص يعني فاهم، لاني اكرهها كنت معتمد على الله ثم الآلة الحاسبة. بعدين جاء يوم الاختبار رحت معايا المراسيب ومعايا الحاسبة، وانا داخل القاعة ومتوتر الا يجي المرشد يقول ثاني متوسط الاختبار بدون حاسبة. انا هنا قلت بس يا رجل انا بالآلة الحاسبة بخبص، هذا كيف بدون آلة حاسبة؟ فجيت يعني وانا متوتر كمان يعني زادني توتر يا رجل، شوية ويغم علي يا رجل فاهم. فانا قلت اي الحين ادسها زبينها معايا وخش ولا ايه، ماني فاضي قروشة. بعدين قلت خليني احط الحاسبة على جنب وادخل الاختبار واتوكل على الله. الا تجيني ورقة الاختبار الا امسكها كذا وقال هذا اخذناه عيال ولا خمونه ولا ايش هذا فاهم؟ ماني فاهم اي شيء فاهم، وكمان بدون حاسبه ما بجيب العيد، هذا مره بجيب العيد. في الصف اللي جنبنا طلاب ثالثة متوسط، وطبعا الاختبار ثالثة متوسط بالحاسبه طبعا. فبس اللي جنبي ما امن عليه ولا اعرف ولا اي شيء، ولكن يعني الاختبار كان في الاسبوع الثاني، ففي الخمس ايام هذه يعني فاهم يسالني اساله ايش عليكم اختبار زي كذا، اديه ورقه التوقيع حق الحضور وزي كذا، فبين الكلام ولكن ما نمنع على بعض ولا نعرف بعض. وانا في الاختبار اقلب الورق فاهم، باين اني مره متوتر، باين من شكلي اني جايب ام العيد فاهم. هو شافني جا قال لي تبي الحاسبه، انا مراقب اللجنه ما ادري كان مسرح ما ادري هو غبي ولا ما ادري ايش الهرجه، انا متوتر فاهم. جا قال لي اديك الحاسبه، انا خايف اخذ الحاسبه وبعدين اتورط تفتيش في نص الاختبار وانقفط واروح فيها فاهم. اللي ما قلت ما ردت عليه فاهم، يعني قلت له دقيقه تعرف هذه اللي استنيت شويه لما شفت انه المراقب ايش مفهي كذا فاهم وهو كذا فاهم. المهم قلت له اديني الحاسبه، وانا ميد يدي باخذ الحاسبه خلاص الولد حط الاله الحاسبه في يدي فاهم كذا، استلمت الاله فاهم. الا وانا ماسك الاله يخش المدير والمرشد والوكيل وكل المدرسه خشه في القاع فاهم. انا هنا فاهم اللي فاهم كويس انه المعصم ما كانت مقلوبه كويس كذا، رميتها في الدرج وسند كذا فاهم، وهم اللي يفون ها كيف اختباركم يا شباب، وانا عد معرق واموري ماش فاهم. اللي مر من جنبي المدير مدري فاهم اللي يطلون كذا كيف اختبارك هاي، ولا ابغى يمشي ما ابغى يشوف الحاسبه في الدرج واتورط فاهم. اللي شويه طلعوا انا قلت جا وقتي. اخوان ما اخفي عليكم بعد هذا الموقف بس حليت ثلاث اسئله بالحاسبه والله العظيم، وبعدين رجعتها الولد يعني مره فاهم متوتر، وبعدين يقول لي بدون حاسبه، بعدين يخش علي المدير وانا ماسك الاله، لا كذا كثير كويس انه ما انقفضت. بس اديته الولد الاله الحاسبه وشكرته بعد الاختبار ومشيت، ومرنا مشيت في السليم الحمد لله. وبس انا وصلنا المقطع لا تسوي لايك وتشترك في القناه وتضيفني على السناب شات والانستغرام وحسابات كلهم موجود تحت، والسناب كود عندك على الشاشه، اتمنى انك تضيفني هناك. واكتبوا لي في الكومنتات ايش المقطع الجاي، ايش تبغون يكون المقطع الجاي. وبس كان معكم زياد، اتمنى المقطع عجبكم، السلام عليكم.